اقترب الموعد. تشخص الأبصار نحو الآتي: اهتمام إسرائيلي وعربي وإقليمي ودولي كبير بخطاب حدد توقيته قبل نحو أسبوع. بدقة يتابعون، يرصدون، يحاولون قراءة ما بين السطور والتنبؤ بمرحلة ما بعد الخطاب. لا شك في أنها إطلالة لها ما بعدها غير مسبوقة بتوقيتها لارتباطها بتغيرات جذرية تحصل في المنطقة. فالطوفان جرف سمعة الجيش الذي لا يقهر، وها هي إسرائيل تحاول بقتل أطفال غزة استرجاع صورتها القديمة إلى الأذهان، ولكنها تؤكد أنها كيان قائم على القتل. حزب الله لم يكن بعيدا عن الطوفان، لحق بركبه سريعا فضرب حصون الاحتلال، ولا يزال يصعد الوتيرة نصرة لغزة. بنيرانه سقط العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، ودمرت دبابات وآليات، واصطفت ثلاث فرق إسرائيلية بعديدها وعتادها خشية من المرابطين خلف الحدود. وعلى طريق القدس تسير قوافل شهدائه. المنطقة إذن على مفترق طرق شائك وبالغ التعقيد ومفتوح على جميع الاحتمالات. مع هذه التطورات يحاول الجميع فك شفرة الخطاب المرتقب. فما هي السيناريوهات يا ترى؟ كل الإجابات لا تخرج عن إطار التحليلات وما أكثرها. بالنسبة للإسرائيليين فإن ظهور السيد نصر الله سيكون أشبه بيوم القيامة كما وصفه إعلامهم، لما يخشاه هؤلاء من تفنيد لمرحلة مقبلة قد تكون الأسوأ بالنسبة لهم. وإذا كان صمته قد أرعب الاحتلال لأسابيع، فسيكون لخطابه وقع الزلزال على تل أبيب. في الحقيقة فإن جزءا كبيرا من هذا الاهتمام الإسرائيلي المضاف إلى ترقب عالمي يعود إلى شخصية السيد نصر الله نفسها. هو حرب نفسية وحده يتفوق على الكيان وقادته المتعاقبين في ساحاتها وباعترافهم. له مكانة منفصلة بالنسبة إليهم عن حزب الله بإصبعه التي يرفعها ونبرة صوته واحتدام ملامحه، يرسم صورة الرعب القادم من الشمال.